يعني كنت بعيد عن ما عرض علي أن أكون في مناصب أو عمل رسمي أو ما شابه ذلك، كنت بعيد عنها وفضلت الجامعة وبإصرار شديد. ولما غادرت بعام 2006 كأنما شيء انتزع من قلبي، يعني حتى في وقت الحصار الاقتصادي كثير من الزملاء بسبب قلة الراتب، الظروف الاقتصادية صعبة، الحصار الجار المفروض على العراق لمدة 13 سنة أتيحت لهم الفرصة لكي يغادروا، وأتيحت إلي الفرصة أن أغادر، لكن كان عندي موضوع في ذهني، كيف أغادر بلدي وهو يعيش المحنة الاقتصادية؟ كيف أتمتع باللقمة وبالراتب اللي يتقاضاه وزملائي يعانون الأمرين؟ هذه كانت فتشي يعني منعني، وعرضت علي وسهل الأمر لي أن أغادر، يعني من 1994 إلى 2006، لكني حقيقة رفض واعتز بهذا الموقف، لأنه ما أريد أنه يعني أن أسمع كلام في يوم من الأيام يأثر على مسيرتي العلمية ويقول لك وغادر البلد في ظروف اقتصادية وكنا نعاني الأمرين وهو راح يتنعم وإلى آخره بهذا المعنى يعني. فأعتز ببقائي، وأحدهم عرض علي أنه أتعين في جامعة عربية رصينة، وأذكر تماما قلت له يا فلان، وكان هو منصبه راقي حقيقة، قلت له أنا ما أذكر في يوم من الأيام نمت بلاي عشاء حتى لو كان راتبي قليل، لأن وطني بي، أنا بوطني أعتاز أجي عليك، أعتاز أروح على أختي، أعتاز أروح على ابن عمي، أعتاز أروح على صديقي، ما أحس أبدا. لكن الغربة عندما تعتاز لا ترحم، لكن الغربة عندما تعتاز لا ترحم.